عليا الطلاق بالتلاتة. أنا على كل اللي بقيت فيه ده وما خدتش منك إلا القليل يا أم خميس. بس واخد من خالك الكتير، خصوصا في غرزة النسوان يا ابن أم خميس. طب سامي سامي قول لي إيه رأيك في أول أطفى من مزاج الأصلي؟ يا السلام، شغل زمان. ايوه. وهتسميها ايه؟ من طلب العلا، عشان العيل من هنا ياخد النفسين يخش على الامتحان ياكل ورقه الامتحان اكل. عليا النعمه، انا لو من الحكومه لازم تبقى وزير تربيه وتعليم. ياما مستعجله ياما انت، على طول ما بدري ياما بدري، مش في المرحله دي على الاقل، دي فتره انتقاليه. يا اخويا انت اللي كسلان برضو. يتوب علينا ربنا.